الدولار طاير على رقم مصيبة، أسوأ ارتفاع للسوق السوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، ورب تكونوا دايما بخير. نقدم لكم تحديث لحظي لأسعار الدولار والعملات في جمهورية مصر العربية في البنوك والسوق السوداء من قناتي أنا وحياتي، فضلا وتكرما منكم وليس أمر. أتمنى تشرفوني أخواتي باشتراك ولايك. أسعار الدولار والعملات اليوم في البنوك المصرية ليوم الثلاثاء 1/10/2024. سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء سجل الشراء 64.77 جنيه، البيع 65.28 جنيه. سعر الدينار اللي باليوم في البنوك المصرية 10.22 جنيه، البيع 10.44 جنيه. سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك المصرية 128.68 جنيه، البيع 133.69 جنيه. سعر الريال العماني اليوم في البنوك المصرية 125.99 جنيه، البيع 14 جنيه. سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك المصرية 68.35 جنيه، البيع 69.86 جنيه. سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية 158.86 جنيه، البيع 163.85 جنيه. سعر الريال القطري اليوم في البنوك المصرية 13.31 جنيه، البيع 13.50 جنيه. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية 13.19 جنيه، البيع 13.38 جنيه. سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 12.91 جنيه، البيع 13.12 جنيه. سعر اليورو 54.11 جنيه، البيع 54.60 جنيه. سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية 48.44 جنيه، البيع سجل 48.70 جنيه. بشكركم أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.